اكتبوا سعر الدولار، لا اكتبوا المؤامرات اللي جاي تنعاد عليكم. يا اخوان رمضان جاي، لا تقصرون، لا تكتفون بس بالتصوير وتتفرجون علينا. احنا نقول لكم لا عندنا اجتماع سياسي ولا عندنا اجتماع حزبي ولا عندنا مشروع سياسي. احنا من مجتمعكم هاي، من طبقتكم، من طبقتكم نريدكم، نريدكم تساندونا اخوان، نريدكم تساعدونا اخواننا اهل الكويت. انتم ناس مثقفين وناس واعين بطبيعه مجتمع الكويت، مغروفين بس بين المحافظات، ولا تخلون العصابات والسراق والفاسدين هم اللي يبقون بخيراتنا. عندنا منفذ حدودي النسبه، عندنا من عندنا 50% فقط، بهاي ال 50% نقدر نعيش فيها احنا اهل الكويت بدون مواطنه. لكن كل سنه وكل عام وكل دوره انتخابيه ما يصير جلسات بين النواب وبين الكتله السياسيه الفاتحه يتقاسمون خيراتكم ويخلون ولدكم يشتغلون عماله وهذا بالشهاده ويشتغل له 7000 دينار بالمحل. اخواننا انتم اهل هاي المناصب وانتم اهل هاي الخيرات، مناصبكم احنا اغلبيه شك 70% الى 80%، حتى الله راح يحاسبنا بعد كم يوم. احنا الاغلبيه الصامته بالانتخابات نسكت وما نطلع ننتخب، بالانتخابات ما نطلع ننتخب وبالمظاهرات يطلعون من عندنا 1%. يا اخوان الله يحاسبنا بعد كم يوم، اللي نخرج هسه مثله ونثبت للاحزاب وجمهور الاحزاب اكو شعب موجود هو اغلبيه وهو يقدر يغير المعادله. يا اخواننا طالعين يوم الخميس الساعه 3 عصرا على مود خبزتنا، ما طالعين على غير شيء، على مود خبزتنا. اذا راتبي يقطع وما اطلع، خبزتي يقطعها وما اطلع، يساعدني نجيب الدولار وما اطلع، الله ما يقدر يحاسبني. يا اخواننا اهل الغيره، اهل الكوت، نخب الكوت، الطبقات الفقيره، نريدكم يوم الخميس الساعه 3 عصرا في ساحه العامل. اخوان هاي الشباب كلهم طلاب وعافهم تعاناتهم وجوا على مودكم يحقون، فلا تقصرون. هاي كلها الناس عندها التزامات وكلها عافه شغلها وزن. يا اخوان ما نكتب بالتصوير وما نكتب بالتفاصيل، نريد فعل ونريد تواجد. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج لنوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقاتنا. الفيديو اللي شفتوه بالبداية هو من واسط اللي دي يحكي به مواطن انه بدون موازنة، بدون كل شيء، بدون سرقات يقدرون يعيشون، لكن الأحزاب شنو ده سوي بالعراق، وحكى رأيه بالموضوع. تقدرون تشاركونا ببرنامج على الأرقام التالية، عندكم الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من هاي الأرقام، وعدكم هذا الرقم للواتساب تقدرون تتصلون بينا، أو عفوا تقدرون تدزونا رسائل مكتوبة ونصية على رقم الواتساب. الاتصال على الواتساب ما مسموح، ما نقدر نتعرض أو ما نقدر نستقبل أي اتصال. بداية مشاهدينا الكرام، قناة الرافدين الفضائية دا تتعرض لهجمة، هاي الهجمة هي اختراق او تهكير حسابات تويتر، انستغرام، الايميل، الموقع الرسمي، الايميل الشخصي او البريد الالكتروني الخاص بقناة الرافدين، كلها مخترقة اليوم نتيجة وجود ايادي انتم تعرفون المن تابعه. فسؤال اليوم اللي احنا نطرحه، ليش قناة الرافدين بالذات؟ شنو الغاية من وراها؟ منو اللي دا يدفع بهذا الشيء؟ شنو اللي راح يحصله من تهكير موقع قناة؟ وهل يتوقع انه الناس اذا شافت موقع القناة مهكر او تغير نهج الحديث في الموقع اكو شيء راح يتغير؟ اليوم بداية عندنا بيان من قناة الرافدين يقول بشأن تعرض بعض الحسابات قناة الرافدين الفضائية للاختراق، إن قناة الرافدين الفضائية ومنذ تأسيسها اختطت لنفسها نهجا قويما في أدائها المهنية، اتضح ذلك من رسائلها الإعلامية الجلية في نقل الحقيقة للرأي العام العراقي والعربي بدون تزييف أو غش.
أو تجني، وهذا النهج القويم أوجد لقناة الرافدين مناوئين كثر ممن لا يريدون للحقيقة أن تصل للرأي العام. ابتدأ ذلك من العام الأول لانطلاقة الرافدين، حيث استهدف مقرها في بغداد عام 2007 مرتين بسيارتين ملغومتين. استمر هذا الاستهداف حتى وهي تبث من خارج العراق، فأوقف بثها على قمر النايل سات عام 2014 بضغط من حكومة المالكي السابقة، ثم تواصل الاستهداف عبر المحاولات العديدة لاختراق مواقعها على الانترنت والتشويش على بثها حتى وقت قريب، حيث تم اختراق موقع القناة على الانترنت العام الماضي قبل أن تتم استعادته. ثم جاء الاستهداف الأخير يوم 23 من شهر آذار الجاري باختراق موقع القناة على الانترنت وحسابيها على تويتر وإنستغرام، ونشر تغريدات مسيئة لرسالة القناة الإعلامية ولجهات وطنية معروفة بموقفها المناهض للاحتلال وعملياته السياسية الطائفية. إن قناة الرافدين تؤكد تماسكها بنهجها بنقل الحقيقة، فإنها تعلن لمتابعيها ومشاهديها الكرام أن هذه المحاولات البائسة التي تتكرر بين الحين والآخر محكوم عليها بالفشل، وأن صوت الرافدين لن تسكته أو تشوش عليه أياد متسخة أو نفوس حاقدة. وهذه دعوة لجميع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية والإعلاميين الأحرار للحذر من الانخداع بما ينشر في الحسابات المخترقة على لسان الجهات التي تقف وراء هذا الاختراق، كما ندعوها إلى الوقوف مع قناة الرافدين ومساندتها وفضح الساعين للتشويش عليها. قناة الرافدين الفضائية، الثلاثاء 30 من آذار عام 2021. اليوم موقع القناة مثل ما قلنا لكم مهكر. أكو أيادي خبيثة هي اللي تهكر هذا الموقع، تنشر أشياء مسيئة لأشخاص معروفين. فالسؤال هنا، الناس راح تصدق وراء هاي السنين، وراء هاي المسيرة اللي ثابتة بها قناة الرافدين على نهجها، راح تصدق بالتغيير اللي دا يصير هسه بالتويتر وهو مخترق، او اللي دا يصير في مكان اخر وهو مخترق؟ راح تصدق الناس انه قناة الرافدين تنشر صورة معينة يفند رسالتها؟ راح تصدق الناس انه هذا الموقع بعده موجود وحقيقي؟ فليش؟ ليش الرافدين؟ ليش هسه؟ منو اللي دي يدفع حتى الموقع يتهكر او الحساب يتهكر او الايميل الخاص بالقناة يتهكر؟ هذا الموضوع كله هو مو بس خاص بقناة الرافدين. نعم قناة الرافدين اليوم مواقعها مهكرة، لكن حرية التعبير عن الرأي بالعراق هي كلها اليوم بالعراق منتهكة. انتو دا تشوفون ناشط ينشر ينقتل، كاتب يكتب مقال ينقتل، ناشط حقوقي يكتب تغريدة ينقتل، ناشط في حقوق الإنسان أو في الحقوق أو في أي مجال من مجالات الحياة العراقية اليوم، لو نشر وسم، لو كتب وسم على تويتر أو نشر بوست على صفحة فيسبوك يقتل. نفسها سياسة تكميم الأفواه. كنا نسمع قبل أنه أكو تقنين، أكو رقابة، أكو أشياء ممنوع يحجون بيها، أكو أشياء مفروضة على أي جهة إعلامية أو صحفية مقروءة أو مكتوبة أو مرئية. لكن اليوم ماكو رقابة بس أكو كاتب، اليوم ماكو رقابة بس أكو هكر، اليوم ماكو رقابة بس أكو تغييب، أكو تغييب وتعذيب وقتل وكل شيء. هيئة علماء المسلمين همينة أصدرت بيان حول القرصنة الإلكترونية التي طالت قناة الرافدين الفضائية والأكاذيب المنسوبة إلى الهيئة.
قالت بي تتعرض عدد من وسائل إعلام الهيئات ومنصات قسم الإعلام فيها منذ مدة لحملات موجهة تهدف إلى إسكات صوت الهيئة الحريص على إظهار قضية العراق على حقيقتها في محاولة يائسة من عصابات وفلول الطارئين على الوطن لإسكات هذا الصوت الناطق باسم العراقيين والنيل كما يتوهمون من الهيئة وثوابتها ومبادئها ورموزها. وقد طالت هذه الحملات في وقت سابق بعض حسابات الهيئة ومواقعها الإلكترونية، وها هي العصابات المريضة نفسها تعود مرة أخرى لتكرار الفعل نفسه وقرصنة الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين الفضائية وحسابيها في تويتر وإنستغرام في محاولة عبثية لتشويه صورة القناة وخطابها والزج بآراء وأفكار لا تمت لسياستها الإعلامية بصلة وتتقاطع مع ميثاق الشرف الصحفي الذي تعتمده منهجا لها منذ تأسيسها. أنا ما قرأت كل البيان، قرأت جزء منه. فنرجع لنفس السؤال، ليش وليش بهالوقت هذا ومنو بده يدفع ومنو المستفيد؟ أبو محمد من سليمانية، حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العزيز، هاي القناة نعم ويا محاربين لها، ليش؟ نعم عبن يعني صاحب حق ويحكي صدق في هذا الزمن الناس تحاربه، فأنتم محاربين من قبل الأحزاب والقناة لو كانت مع الأحزاب لكانت تصويت القناة، ولكن هاي القناة ضدهم، حزب الله ومال الله وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن يعني شلون يريدون يوقعون هاي القناة؟ يعني خلي يسدون باقي القنوات، خلي يبحشون من قبل القنوات الأخرى عبن قنواتهم، ولكن هاي القناة محاربة. ومن من من أستاذ عزيز ناس معروفة، يعني ناس جهة معروفة الذي جه تبحث جو هاي القناة، الله سبحانه وتعالى ويا الحق مو ويا الباطل. نعم. ما زال الله سبحانه وتعالى وياكم ويا القناة، ما أكثر شيء إن شاء الله والله موجود والله كريم. نعم. زي أبو محمد، سؤال، ليش بهالوقت هذا؟ أستاذ العزيز، هو هذا هذا وقتنا، أي واحد يحكي الصدق يتحارب. ما اليوم اليوم تكميم الأفواه أبو محمد، إذا تسمح لي، تكميم الأفواه بالعراق من 2003 هم حاولوا مثل ما ذكرنا في بيان القناة أنه سدوا بث القناة على قمر نايسات في زمن المالكي، حاربوها لما كانت موجودة بالألفين وسبعة في مقرها بالعراق، لكن بالألفين وواحد وعشرين شنو اللي استجد بحيث أنه لازم يتهكر موقعها على تويتر وموقعها على انستغرام ويتهكر إيميلها؟ ليش بهالوقت هذا تهكرا كل هذني؟ نعم 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 أستاذ العزيز، أنت جاي تطلع عيبي أستاذ. نعم. أنت جاي تطلع عيبي وجاي تطلع شغلاتي الذي تخفي عن البيج وعن القناة وعن هذا، أنت جاي تبحش وتطلعهن وجاي تظهرهن أمان يعني أمان المواطنين، يعني هذا الشيء أذيني فمن النوم أحاربك. انت لو حس حشاك انت وحشا قناة، يعني حس انت لو تمشي وياهم ويا الباطل، لقناة حساتك مشهورة، هي المشهورة مع الحق وتدعمت من قبل السياسيين من قبل، عشان حس انت راتب باري ما يفرق عنا الاربع ملايين ثلاث ملايين، ليش؟ انت ويا الباطل راكب الباطل، ولكن انت حس حاليا راكب الحق وجاي تطلع عيوبهم. شكرا لك ابو محمد. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد.
يا هلا بيك مية هلا بيك أستاذي. أولا تسميم الأفواه لا يجوز قانونا إنسانيا يا أستاذي، وطنيا عربيا لا يجوز، مخالف للقانون والدستور يا أستاذي. وأيضا ندين هذه الهجمات، يعني هجمات للأسف نقول عنها يعني مرتزقة جزئي. صوت الحق هي الرافدين، صوت المنطق، صوت الحق، صوت العدالة يا أستاذي. وهذه انتهاكات حقوقية تعتبر للإنسان يا أستاذي. وكذلك أيضا يا أستاذي بالنسبة للمفوض الأممي عليها لا يتواطأ ويتخاذل مع القرار العاجل السريع يا أستاذي. واللهم فرج عنا هموم الدنيا أولا وأخيرا، عاجلا عاجلا، وارزقنا من الثمرات. وآخر الكلام من يؤذي قناة الرافدين باستطاعتنا ندعو له، ندعو عليه بكارون وفروخ أيضا. وآخر الكلام يا أستاذي، يا أستاذي ما ضاقت إلا وتنفرج، وباسم الدين كلون المافيا والجن والعفريت يا أستاذي. تحياتي لك وللقناة وللبرنامج وشكرا. شكرا شكرا جزيلا لك أخ سعد. يعني أنت ذكرت نقطة تقول بالنسبة إلى تكميم الأفواه لا يجوز قانونا، كنت أتمنى أنه أسألك عليها سؤال، لكن أي قانون نتكلم عنه؟ هم كاتبين دستور وكاتبين قوانين، بس هو أكو قانون اليوم بالعراق مفعل؟ إي حتى نكون صريحين، أكو، بس علي من؟ عليهم لو على ابن الخايبة مثل ما يقولون العراقيين. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ أفل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قناتكم الكريمة. حياك الله خير. طبعا هذا أنتم وصلتوا مرحلة بالقضية اللي حامليها بعاتقكم، أن الفترة السنوات الأخيرة احنا شفنا إقبال على القناة واسع. يعني أنا يمكن صديق للقناة ومتصل من 6 سنوات لليوم. فحاليا في السنوات هاي السنتين الأخيرة ابن البصرة ابن الجنوب كلهم يتصلون من كربلاء من نجف، يعني صوت القناة وصل لكل الجماهير العراقية، الناس المظلومة، الناس اللي جاي تدافع عن الحق، جاي تريد تحارب الفاسدين، هاي الأحزاب الفاسدة، كل عراقي ضد العملية السياسية وضد الأحزاب وضد ذول الميليشيات. يشوف القناة الرافدين هي اللي جاي تنقل الحقائق، يعني كل المواضيع اللي جاي تأخذوها نشوفها هي يعني ضد الحكومة وضد فسادها. وحتى ما تتقبلون ناس تطعن بالمرجعيات، يعني أكثر من مرة تصير مواضيع أو متصلين يتجاوزون مثلا على السستاني أو على غيره، ما تقبلون أنتو. فالقناة الرافدين بالفترة لأنه الأخيرة صباح أنا ما عندنا مشكلة شخصية ويا أي شخص موجود بالعراق اليوم. إحنا من دا ننتقد قضية، دا ننتقد قضية سياسية، دا ننتقد حول حقوق شعب. إحنا ما لنا علاقة أنه هذا الشخص يعني نريد ننتقده شخصيا إلى، لا، لهذا السبب احنا ما نقبل بالإساءة إلى أي شخص موجود بالعراق. بالطبع أستاذ، فهاي المواضيع اللي جاي تأخذوها بكل برامجكم هي يعني 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 جاي توصل للمواطن العراقي وجاي يشاهدها، وصار إقبال على القناة، وصارت الرافدين هي صدق القناة الوحيدة المعارضة. يعني اعطيني أي قناة عراقية بحتة تدافع على المتظاهرين وتدافع على دم الشهداء اللي انقتلهم على ايد الحشد الطائفي، 800 شهيد والجرحى اللي وصل عددهم الى 30,000، والناس الفاسدين وقضايا الفساد والمشاريع الوهمية وغيرها وكل شيء، والموازنة وغيرها والسجون والمعتقلين وكل عفو العام. الرافدين هي القناة الوحيدة اللي جاي تنقل معاناة المواطن العراقي البريء، سواء كان سني أو شيعي أو كردي، قناة محايدة لكل العراقيين. ما شفنا من عندها فتشي مو زين مثل القنوات اللي حكومية التابعة لحزب الدعوة واللي مدعومة من قبل حزب الدعوة وغيرها. شوف روح تمجد وإنجازات ومشاريع وهمية كلها كذب بكذب. يعني الناس ما راح تشوف وتشاهد هاي القنوات أبدا. يعني احنا ما نشوف هيك قنوات حكومية. فأغلب الناس تدير على قناة الرافدين في سبيل تسمع من عندكم الحقيقة، وتسمع الأصوات اللي ناس جاي تحكي على الحكومة هاي البائسة اللي بنظرهم بنظر الأحزاب وقادة الكتل والميليشيات هم يتصورون فيهم أعظم دولة، وما يعرفون أن العراق بعهد هاي 18 سنة بعهد حكم حزب الدعوة والحزب الإسلامي والأحزاب الباقية وصلنا إلى آخر الدول بالتقدم وبكل شيء. يعني أصبحنا بلد بائس، بلد يعني غير
معترف به دوليا، بلد سيادة ما عنده، بلد جاي يفقد الكرامة على إيد هيك أحزاب. فقناة الرافدين لو قناة عادية وما لها ثقلها وما لها انتشار واسع، كان عافوها تشتغل براحتها. لكن هاي القناة يعني راح تستهدف من قبل منه، من قبل ربع الله هسه اللي دخلهم بالجديد، هم حشدوا يسمون فيهم ربع الله، ومن قبل الحزب الحاكم حزب الدعوة. فبالتأكيد أنتم مستهدفين، مواقعكم والقناة وتهكير وغيره وضغط عليكم، ضغط من الحكومة العراقية، لأن أنتم القناة الوحيدة، القناة الوطنية الشريفة. أما القنوات الباقية كلها ناس مستفادين وناس مع 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 أي حاكم يجي، مع المالكي، مع العبادي، مع حيدر، مع مصطفى، كلهم مصطفى الكاظمي، القنوات كلها ما حد يقدر يحكي به صوت، صوت وطني حر. نعم. شكرا لك أخ صباح. بيان الهيئة يقولون على الرغم من أن هذه المحاولات مفضوحة وعبثية وفاشلة، لن تؤثر على رسالة القناة أو توجهها أو تحبط من عزيمة العاملين فيها، فإننا في قسم الإعلام في الهيئة نعلن أن كل ما ينشر على موقع قناة الرافدين وحسابيها السابقين في تويتر وإنستغرام بعد القرصنة لا يمثل رأي القناة، ونؤكد أيضا على أن ما نشر فيهما خلال اليومين الماضيين من تغريدات منسوبة إلى الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني وعدد من أعضاء الهيئة الأحياء منهم والأموات هي محض افتراء وكذب تقوم به الجهات التي تقف خلف هذه العصابات لنشر الأكاذيب والأراجيف المعبرة عن مدى الأذى الذي تسببه لهم القناة، قناة الرافدين. محمد من الأنبار وياي، حياك الله يا محمد. محمد تسمعني يا محمد؟ انقطع الاتصال يا محمد، اتمنى يرجع لنا. عدنان من بغداد، حياك الله يا عدنان. عطوان من بغداد، حياك الله اخوي. الله يساعدك استاذ ويساعدك يا غالي. شلونك؟ نحمد الله على كل شيء. الله يحفظك. تفضل اغاتي. استاذ شلونك؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. تفضل اغاتي. والله انا عطوان بعدك وياي. انقطع الاتصال ويا عطوان من بغداد. ف وين كنا؟ ببيان الهيئة يقول لنشر الأكاذيب والأراجيف المعبرة عن مدى الأذى الذي تسببه لهم قناة الرافدين ومدى الانتشار والقبول الذي تحظى به في أوساط الشعب العراقي، وبما يؤثر كثيرا في فضح المتسلطين على البلاد وأهلها، فيعمدون إلى هذه الأساليب الرخيصة التي لن تزيد القناة ووسائل إعلام الهيئة الأخرى إلا ثقة واطمئنانا بصحة ما تقوم به وأثره في أعداء الوطن والمواطنين. وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الافتراءات على الرغم من ثبوت كذبها وشدة تهافتها وتفاهتها وتناقضها وأخطائها الفادحة وعدم تأثيرها على رسالة الهيئة الإعلامية عاما وقناة الرافدين خاصة، فإننا ندعو للحذر من الانخداع بما ينشر على تلك المواقع. جمال من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أحسن على الهواء مباشر؟ نعم. اي اغاتي تعال الهواء تفضل. بس اذا امكن اخ جمال تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون احسن. ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا متابعين قناه الرافدين، ويعني حتى بالمحتوى هذه مثلا على ابو جمال. هم انقطع اتصال جمال. طبعا لا تستغربون اذا اقول لكم انه اكو جهه دا تقطع الاتصالات، ابد لا تستغربون. لا تستغربون اذا انقطع الصوت على القناه في فتره من الفترات لانه اكو تشويش يكون بغداد عليها مثلا او على ترددها. همنا عادي جدا، هاي المحاولات انفضحت وانعرفت. تردون تهكرون موقعها، تردون تهكرون التويتر، تردون تنشرون عن لسانها، يعني انتو حسبوها.
حسبوها كم سنة صار لها تبث؟ غيرت؟ فاليوم قالت كلمة غير كلمة قالتها قبل؟ من يوم اللي تأسست لليوم؟ فأنتوا تتوقعون أنه راح تتغير لما تهكرون مواقعها أو الناس تصدقكم؟ أبو محمد من أربيل حياك الله. أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. تفضل أخوي. أستاذ عفل، هو هاي الحكومة، هاي الدولة، خلينا نقول مو دولة، خلينا نقول هاي السلطة اللي حكت العراق من 2003 لحد الآن. نعم. هو يا ما حارب أي واحد وطني، أي واحد العراق مثلا قلب العراق يحاربوه. نعم. هي بقت على قناة الرافدين. قناة الرافدين أكثر من صار أكثر من 12 سنة أكثر الرافدين. والله ما شفنا غير الخير من عندهم، غير الحقيقة والسلوك، وماكو تفرقة، ماكو طائفية، بس هم ذول يخافون كلمة الحق، ولهذا خايفين من قناة الرافدين. قناة الرافدين مو ما شاء الله في الحكومة، الحكومة العراقية، الحكومة العراقية كلهم طائفيين، يحبون القناة الطائفية. ما شاء الله عليكم، الله يستر على هاي القناة، بس القناة الوحيدة تحكي الحق، تحكي الصدق، تحكي الحقيقة. يعني ماكو فرق بين أبو الثمانية وأبو البصرة وأبو الرمادي، يعني ماكو فرق بيناتهم. حتى واحد يحكي مثلا يحكي على الطائفية أو من قبل عليه، حتى يحكي على المسؤول، على المعممين عليه، يعني رأسا يسدون التليفون. يعني أكثر من هذا الشيء، يعني شيء دون عليه، بس هم يخافون من كلمة الحق. هو هذا القصد. ما أذكر. شكرا أبو محمد. بس إذا تسمع لي قبل ما تروح، أنت كمواطن عراقي ومتابع للقناة مثل ما ذكرت، شنو موقفك من اختراق المواقع الخاصة بالقناة؟ طبعا هم مو يخترقون، كم مرة سدوا التليفون، الترددات غير صحيح، من خوفهم. يعني كودا انتم كلمة الحق عندكم وقايفين عندكم، ترى هم ضعفانين. ها ضعفهم هاي الحكومة العراقية، حتى ما حد ما وياهم. قبل كنتوا، قبل انا من زمان اتابع القناة، يعني من البصرة كانوا يسبوكم، يغلطون عليكم، الكربلة، بس في سبيل غيرونكم تحشون بالطائفية، بس ما حشيت ما شاء الله عليكم، ولهذا خايفين من عندكم، لان عندنا شعبية قوية، والجنوب والسنة والشيعة والكرد كلهم يدخلون على هالقناة ويتصلون بكم، ولا هذا خايفين من هذا القناة لأنهم ضعفاني، ضعفهم. أنا أقول لك نعم. شكرا جزيلا. شكرا يعني. شكرا مثل. شكرا لك أبو محمد. طبعا القسم الهندسي عندنا بالقناه ياكد انه اكو مو بس هذا الجيش اللي اخترق هالكم موقع، اكو محاولات اخرى لاختراق باقي المواقع وباقي الصفحات الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا كلها محاوله حتى يشوهون سمعه القناه، يشوهون الرساله اللي تحملها قناه الرافدين اتجاه العراق والشعب العراقي واتجاه بلدنا. ف مثل ما دعت الهيئة في بيانها، ومثل ما دعت قناة الرافدين في بيانها، أنه ندعو الناس الحذر من هذه المواقع. إحنا دا نتعرض إلى هجمة شرسة اليوم. بس السؤال اللي المهم اليوم، اختراق المواقع الإلكترونية لقناة الرافدين وتكميم الأفواه والتغييب القسري للصحفيين والناشطين، القتل والتعذيب اللي دا يصير مع الصحفيين والعراقيين والناشطين الموجودين بالعراق اليوم، والعراق اللي هو أخطر بلد بالعالم على الصحفيين والصحافة، وين حرية التعبير عن الرأي؟ عبيدة من جرف الصخر حياك الله. ايه ألو. حياك الله يا عبيدة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل أخوي. والله عمي ذول الاحتراب يردون يسدون قناتكم، هذول تابعين ليران وخواني. نعم. يعني كلامي، هذول ناس
حصلت كل بالعراق انضف منهم. نعم. تقول هم ذولا ايش خلوا فيني؟ زين اخ عبيده، يعني اليوم اختراق المواقع الرسميه للقناه او صفحات تويتر وانستغرام، يعني انت كمواطن من تشوف هاي المواقع دا تنشر هاي الاشياء اللي دا ينشروها حاليا اللي مخترقيها، راح تصدقها لو لا؟ ايه. وانت شنو رايك باللي دا يصير؟ طبعا ما صدق، والله رايي شق وشق. نعم. يعني ماكو قانون، ماكو دولة. نعم. شكرا شكرا لك يا اخ عبيده من جرف الصخر. عندنا ابو علي من واسط، حياك الله يا ابو علي. ابو علي، اليوم قناه الرافدين تتعرض الى هجمه الكترونيه من قبل قراصنه وهكريه، يهكرون حسابات الرسميه لقناه الرافدين ويحاولون ياخذون البقيه، فانتم كيف تنظرون لهذا الامر؟ السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. صراحه يعني هوية معروفه، دائما اللي يتكلم الحق يهاجم، ولو انتم اساسا خاضعين لما تريد السلطه ببغداد ما حد هاجم قناتكم. انا ممكن بعض الاحيان يعني احكي صراحه يعني وما اجامل احد، مرات نختلف انا والاخوان المقدمين، وبعض المرات يعني نتقاطع دائما في بعض الامور، لكن يعني هذه محاولات دنيئه. يعني انت بدل اشوف حتى انتم، يعني هذا مو اول مره، دائما معناته شخص يغير اسمه ويغير صوته ويغير الرقم مالته، واول ما يفتح الخط يبدا يتهجم. زين انت بدل لا تتهجم انطيني فكرتك شنو هو، قول لي انت شو تريد من عندي. ترى لي معقوله يعني الرافدين ما تنشر اخبار مثلا عن سين من الناس بعدين مباشره تنشر خبر عنه مفرح وغيرها، هذا مبين واضح، لكن هذا دليل على ان القناه تسير بالطريق الحق سواء اتفقنا معاها او اختلفنا. زين ليش ما تتهكر القنوات الاتحاد الاسلامي اللي جاي تمول من ايران؟ احنا طبعا احنا ما نقول ايران هكرت، لكن نقول انتم اعداءكم مو بس ايران، كل شخص يريد ان يخفي الحقيقه هو هذا اللي استهدفكم. انتم حالكم حال المغيبين، حالكم حال الصحفيين، حالكم حال الناشطين اللي انقتلوا وتغيبوا وراحوا، وحالكم حال جاسد وابنه واي واحد. فهذا الشيء ترى مو جديد عليهم، واحنا كنا نتوقع هذا الشيء يصير، لكن اللي نقوله انه يعني كل ما يعني ما نقول ضربوكم بس لكن نستطلع هذا المصطلح، كل ما هاجموكم فانتم راح تكونوا اقوياء. ليش؟ لان اللي هاجمكم حشاكم انتم حشا السامه، يهاجمكم جبان ما يطلع بالوجه. فدائما احنا نقول اللي يريد الرافدين او غير الرافدين، اللي يريد يهاجمها خلي يقول الكلمه اللي هو يريدها، لا يهجم مثل هذا الهطر وغيرها. هذه امور حشاكم انتم دنيئه، امور ناس ما عندها وعي، مو مفكره بالحق، ما تحكي الصحيح. فلذلك هذا الهكر جزء من الهجمه على كلمه الحق بالعراق سواء الشعب او القنوات. نعم. واني اقول بارك الله بكم، وهذه ان شاء الله الامور ما راح تتعبكم ولا تضعفكم. شكرا لك ابو علي، وشهاده نعتز بها احنا في قناه الرافدين كاسره. ام ازهار من بغداد، حياك الله يا ام ازهار، وموضوعنا اليوم هي محاوله سرقه مواقع قناه الرافدين والتحدث باسمها وباسمي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. خسأ من جاب اسمكم، خسأ من جاب قناتكم، خسأ من نحكوا عليكم، لأنهم هم عاطلين فيخشون على المواقع يردون يخربوها، لأنهم مقربين، لأنهم هم خونة. قناة أشرف قناة وأشرف قناة على اللي من 2003 إلى هسه حكت بالحق وحكت بالوجود على أرض الواقع، ما كذبت مثل باقي القنوات اللي يحكون هم نفسهم النواب يقعدون يتناقضون مع نفسهم ويكذبون على نفسهم، هم كذابين خداعين.
قتل سفل، ولهذا هم كل واحد مناضل وكل واحد يريد يدافع عن بلده يأذونه. حتى إذا خشوا على التواصل وإحنا ما صدقهم، إحنا ما نصدق، إحنا في قلوبنا الرافدين، أنا بالنسبة لي في قلبي الرافدين، ولو أنا صار لي فترة عندي وفاة صار، يعني أنا في قلبي الرافدين، كل ما تقول هو الحق يقال، وكل ما تقول هو أؤمن به، هو مو بس أني، أنا كنت وكل وفي يؤمن بهذه القناة، وخاصة اللي هم ما عندهم ضمير وما عندهم ذرة أخلاق ينهبون، وإن شاء الله إيش ما يسوون، إيش ما راح يفعلون سيء، هم راح بالأخير يستمرون مثل ذيول إيران، يروحون الإيران ذيول إيران، هذول ذيول إيران كلهم إجوا مثل كلهم مرتزقة، هذول ناس مرتزقة عاش على خيرات العراق، عاشت عليها وعاشت على خيرات وبعض البلدان اللي قاعد تساعدهم، وأنا أشكرك. شكرا وإن شاء الله. شكرا 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 لك أم أزهار. طبعا ذكروا هواي صحفيين هواي متصلين قضية حرية التعبير عن الرأي. تعرفون شنو الطامة الكبرى؟ العالم بيه تقريبا 180 دولة تخضع إلى رقابة، الرقابة هي مستوى الحرية والأمن اللي يتمتع بها الصحفيون إذا نحكي عن حرية التعبير عن الرأي بالعالم. 180 دولة تكون بها دول بها مجاعات، تكون بها دول بها مشاكل، تكون بها دول بها أنظمة دكتاتورية. من 180 دولة تعرفون إيش قد احتلينا مركز بالعراق؟ 156 شوكت وراء 2003، وراء ما جوي الأمريكان وجوي الإيران وجوي الأحزاب السياسية على ظهر الدبابة وقالوا إحنا جايبين الديمقراطية، يعني إحنا احتلينا المركز 156 في حرية التعبير عن الرأي في زمن الديمقراطية، اللي تعريف الديمقراطية أن يتمتع الناس بحرية التعبير عن الرأي واختيار ما يمثلهم. إحنا احتلينا المركز 156 بالوقت اللي المفروض أنه مثل ما قالوا هم لما نجوي وقالوا أسيادهم الأمريكان وأنه جايبين الديمقراطية وراح يكون العراق نموذج لدول الشرق الأوسط وراح يكون نموذج في المنطقة لحرية التعبير عن الرأي. مو أنا أقول، هاي تقارير عالمية أعطيكم الأقوى من 2015 ل 2019. تعرفون كم صحفي قتل وتصوب؟ 40 صحفي وإعلامي قتل و76 صحفي وإعلامي مصاب أو مراسل، يعني تقريبا 116 واحد، يعني 116 محاولة اغتيال لصحفي وإعلامي بالعراق من 2015 ل 2019، يعني بأربع سنوات. أنت إذا تحكي لي عن 28 محاولة سنويا ولاكو حكومة ولاكو قضاء ولاكو قانون ولاكو رقيب ولاكو حاسب وكل شيء ماكو، بس اللي يحكي خارج السرب يتهكر موقعه وينقتل، اللي دافع عن حقوق الناس. يعني اليوم الأخ صباح يقول لي أنتم القناة الوطنية التي تنقل هموم الناس، يعني هم اللي يردون، ما يردون واحد ينقل هموم الناس؟ المن نطبل؟ نطبل السرقات المالكي؟ لو سرقات عادل عبد المهدي اللي يسموه العراقيين عادل زوية؟ لو نطبل السرقات الصفقات السلاح الأوكرانية والطائرات الأوكرانية؟ لو صفقات أجهزة الكشف عن المتفجرات اللي طلعت أجهزة لكشف كرات الجولف وما تشتغل؟ أبو عبد من بغداد ويانا حياك الله.
الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو عبد، إحنا اليوم بدنا نتعرض لمحاولة لتشويه سمعة قناة الرافدين، أنت كمتابع للقناة شنو رأيك؟ القناة ترى، وهي واحد يكتب الحقيقة، هو مستهدف مو بس القناة. نعم. أصلًا مو بس القناة مستهدفة، هي مستهدف واحد يكتب الحقيقة. بلدنا ما حسيت يعني. هو مستهدف يعني. اي يعني قلت لك يعني احنا اصلا يعني او مثالي واحد يعني في الحقيقه يتعرض للشتم للمال ويتعرض يعني هم شنو بس يعني في هذا الحد اليوم هل سوى لنا اياه شنو يعني؟ يعني والله ما يعني ما ادري شلون ما ادري والله ما ادري شلون شنو سوى لنا اياه يعني من أبو عبد أنا أعتذر منك بس الصوت مو واضح، شكرا جزيلا لك. أبو فاطمة من النجف، حياك الله يا أبو فاطمة. ما هو رأيك بما يحصل اليوم من محاولة اختراق مواقع القناة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أسد، تحية لك ولكافة الأخوة. الحقيقة ما يحدث مع القناة هي ضمن المعركة التي تقوم بها إيران الشر في العراق، لأن المعركة بالنسبة لنا يعني ذات شقين، شق إعلامي وشق ثاني هو على الأرض القتل، يعني تكميم الأفواه من خلال ما يقوم بتهكير القناة وتهكير حسابات الناشطين وغيرها، يعني حتى أي شخص عراقي خصوصا عراقي أو غير عراقي يكون مع العراق يتم ورصدوا لهذه. أخي أفل وأنت أعلم بذلك أيضا، ميزانية كبيرة جدا، هنالك أكثر من 100 قناة مغلفة بشعار ديني الفرات وغيرها من القنوات التي هي تطبل وبوق لما تقوم به إيران في العراق. فالقناة الرافدين هذه ليست المرة الأولى، تم محاربتها من كانت أظن تبث من مصر. الصوت مسموع أخي أفل؟ إذا الصوت مسموع استمر. فقتل قتل الصحفيين وقتل النشطاء وخطفهم وتهكير القنوات، تهكير الحسابات، غلق الحسابات، يعني حتى يعني أنا واحد من الناشطين أيضا تم إغلاق حسابي في تويتر أكثر من مرة. حساب الأخ بهجة الكردي أيضا يبث الآن عن طريق اليوتيوب تم إيقافه. أنا أعتقد أخي أفل أنه في هذه اللحظات في هذا الوقت هنالك قضية تمرير الموازنة، ويعرفون أن قناة الرافدين هي واحدة من أكبر القنوات التي تفضح هؤلاء. الموازنة الآن تصور أن هنالك خبر يقولون أن هنالك 10 مليار دولار سيتف 10 مليون دولار سيتم تخصيصها لنثرية رئاسة الوزراء، 10 مليون دولار. فالفساد شاري بهؤلاء، يريدون أن يغطوا على فسادهم، يريدون يحاولون أن يغسلوا دماغ بعض الناس السذج بهذه الطريقة. ومع ذلك أخي أفل يعني أنا أستبشر بخير، لأن نهاية هؤلاء قريبة. الذي يخاف من قناة، الذي يخاف من صوت الأحرار، نهايته قريبة. إلى متى سيستمرون بهذه الألاعيب وبهذه الأساليب الرخيصة؟ هي مسألة وقت، نحن لابد أن نستمر. هكروها اليوم، نفتح غدا حساب آخر، وهكذا إلى أن نفضح هؤلاء إلى آخر نفس وإلى آخر
جهد في عندنا إن شاء الله. نعم، شكرا شكرا لك أبو فاطمة. احنا ذكرنا أنه حساب تويتر وحساب انستغرام مخترقة، وموقع القناة على الانترنت مخترق، لكن المشكلة أنهم اخترقوا موقع، اخترقوا حساب. من اليسير جدا أن يصير هذا الشيء، فندعو الناس أنه يتابعون حساب تويتر الجديد ويدخلون إلى هذا الحساب ويكونون حذرين في التعامل مع الحساب القديم إلى أن نشوف الطريقة لإعادة الحساب أو ما تقوم به الإدارة والقناة في ذلك. موقعنا البديل اليوم راح يظهر على الشاشة، فأتمنى من كافة السادة المشاهدين أنه يتابعون موقع أو حساب، عفوا حساب قناة الرافدين الفضائية على تويتر، هذا حساب البديل، فتابعونا على هذا الحساب، راح تلقون كل أخبارنا ومواضيعنا منشورة على هذا الحساب. فالقضية أنه هم أخذوا حساب، يريدون يشوهون صورة القناة عن طريقة، أو ينشرون شيء يشوهون به صورة القناة. آراء الناس اليوم مثل ما تشوفوها بالاتصالات اللي طلعت. سؤالي للناس، أنت كمواطن متابع لقناة الرافدين أو أي متصل يتصل بينا الآن، راح تصدق بهاي المحاولة لو لا؟ راح تعتقد أنه هذا الموقع لما ننشر هاي الأكاذيب أو الافتراءات على قناة الرافدين صحيحة لو لا؟ وليش أو شنو السبب اللي تهكرت به حسابات انستغرام وتويتر التابعة لقناة الرافدين والموقع الرسمي على الانترنت؟ قضية تكميم الأفواه مثل ما ذكرت لكم، حرية التعبير عن الرأي وين؟ الصحافة وين؟ صحيح هي الصحافة والإعلام مو السلطة الرابعة، شو بالعراق ما معترف بهاي السلطة، ما معترف بهاي القضية. قبل الختام بس راح أذكر رسالة سريعة أو رسالتين وصلتني. يقول الرافدين هزت كيان الإيراني والحكومة لا عراقية، هي تبع الفرس، لا لازم ترجع إلى هذا الموضوع. السلام عليكم أخي العزيز، رسالة إلى كل من يهدد قناة الرافدين، خليس مع ترى خاف ما يدري، ترى إحنا هم نعرف نهدد، بس هاي القناة تسواكم وتسوى ذهب، هاي القناة إحنا نعتبرها مثل بيتنا وأعز مثل أبونا وأمنا، فأنصحكم يا إيرانيين لا تندقون بيها واعتبروها نص تهديد، وأنا أشكركم على هاي القناة. أم سجاد من بغداد. أراء الناس سمعتوها بالاتصالات اللي طاعتنا اليوم. موقع قناة الرافدين على الانترنت وحساباتها على تويتر وانستغرام مخترقة، خذوا الحذر من أدها. أنصحكم أن تكونوا متابعين لحساب تويتر الجديد لقناة الرافدين حتى تتابعون أخبارنا عليه أول بأول. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد باكر، في أمان الله. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@rafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر، حساب انستغرام، موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من حساب تويتر البديل المؤقت، وصفحة القناة على الفيسبوك، وحساب القناة على تيليجرام.